اليوم نادي سيرسي كان اكثر عزيمه، اكثر اصرار، اكثر تشبث بالانتصار، سيرتو بعد الخساره الاخيره اللي خلتنا وجيعة وخلتنا مراره. نقول انا اليوم الاولاد يظهر لي كانوا بيان ابليكي، حاولنا في 48 ساعه اللي بعد مباراه النادي الافريقي انه نلموا الشمل نتاعنا ومعناتها نرفعوا من المعنويات على اللاعبين، كسوا اطار فني والهيئه المديره، وقفنا مع اللاعبين نتاعنا. الاكيد انه مباراه كانت مهمه. البارح كنت موجود في الديكلاراسيون نتاع الكونفيرونس افون ماتش، كنت وجهت انا نداء للجماهير فريمون نجم كان نحييهم ونهديهم الانتصار هذا اللي عندهم فيه قسط كبير برشا. اليوم نفتخر انا اليوم اللي انتمي نادي راس فيقسي وعندهم جماهير كيما الجماهير اللي شفتها اليوم. الحمد لله يظهر لي هذه مباراه كنا حاشنا بالانتصار هذا، ان شاء الله نبنيو عليها وان شاء الله نحضروا بها المباراه الجايه. النجم الساحلي اليوم يظهر لي كيما قلت لك ما خليناهاش تلعب، كنا تحكمنا في كامل مجريات اللقاء مالغري كو سي با فاسيل. راك تسجل هدف ومن بعد يرجعوا لك بهدف مشكوك في الصحه نتاعو، تسجل هدف ثاني يرجعوا لك بضربه جزاء. المالي فات قالوا في الكتف في اليد في الراس، اليوم ما نعرفش واش يقولوا. اون توكا اليوم كان ثم اكثر كاركتير، ثم بيرسوناليتي كبيره، وان شاء الله القادم تاع النادي الشخصي يكون افضل.